هاتلي فوطة من عندك يا كريم. كريم، كريم مين يا حبيبتي؟ وانا قلت كريم، يخرب بيته واكل لي دماغي من الصبح. ده واضح ان هو لسه واكل دماغك لحد دلوقتي. امسكي. والله يا استاذ شريف انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. لا انا مقدم لك لحد دلوقتي 4 تصورات مفيش حاجه عاجباك، فمش عارف اعمل ايه. لا ما اقصدش ان انا مبقاش عندي يعني. طيب ماشي، اديني لحد بكره بالليل زي دلوقتي كده وهرجع لك بتصور. ماشي ماشي، مع السلامة. بعدين بقى في ابن المجنونة ده. يا كيمو عامل ايه يا حبيبي؟ انت في البيت؟ طب اقول لك ايه، هتجيلي اجيلك. اه عايزك. لا لا لا، حوار شغل. طيب يا حبيبي مستنيك. ماشي متتأخرش، مع السلامة. ليه زياد؟ يعني انا جاي اقعد في الليفنج براحتي، جايب لي كريم؟ هو مقرر عليا صبح وليل. معلش يا حبيبتي، عايزه في حوار شغل والله. على فكره انا مديرته، خد بالك من الموضوع ده. لا ما انا واخد بالي، بس انت عارفه كويس قوي ان وضع كريم ده وضع مؤقت، وان مش ده مكانه الطبيعي. كريم اقوى مني ومنك. ماشي، بس على الاقل ابقى خد رايي. ايه ده جه بسرعه قوي. حبيبتي ساكن في العماره اللي جنبنا عادي يعني. طب انا هسيبكم بقى تقعدوا براحتكم، هخش جوه. ماشي. جاي اهو. أنا ابتديت أحس إحساس غريب وعايزة أشارككم اللي أنا حاسة. فاكر لما أنت كنت عايز تظبط البيت وبعد كده ما تفكرنيش، ما تفكرنيش. فاكر لما بابا دخل عليك؟ يا نهار أسود على اليوم ده، يا نهار أسود. كان يوم ده. قول للبيل اللي عندك انه لو اتاخر بكره في الشغل هزعله، ما يرجعش بقى يقول اصل انا صاحب زياد، انا ما عنديش هزار في الشغل. يا بص، جوزك حبيبتي مش راضي يروحني وبيشربني حشيش كمان. لو انت غلبان قوي، انت الضحيه مش كده؟ بقولك ايه، لو سمحت وطوا صوتكم عشان عايزه انام. اللي انا حاساه ده مخوفني، حاسه اني ابتديت اتعلق براجل غير جوزي، وانا ما اقبلش بكده. لازم اوقف الاحساس ده، صح؟ أنا بسأل مين؟ طبعا ده غلط ولازم أوقف الكلام ده. صباح الخير. صباح النور، حضرتك متأخرة باين؟ لا أنت اللي جاي بدري، في حاجة معينة عايز تثبتها عشان كده جاي بدري؟ أنا مش محتاج أثبت حاجة، أنا شاطر وملتزم بطبعي. شاطر وملتزم، أوكي. طيب يا شاطر تعالي لي على المكتب كمان نص ساعة عشان عايزك. طب وليه كمان نص ساعة؟ طب ما أنا ممكن أجي دلوقتي، أنا خلاص يعني شغل خلصت. تحمس الأوفر طيب. يا شاطر دي بقى، استنى كده. ها؟ يا شاطر دي؟ رمضان لو سمحت هات لي النسكافيه بتاعي. تشرب حاجة؟ ممكن قهوة مظبوط. وواحد قهوة مظبوط لأستاذ كريم. اه هو عندي في المكتب. شكرا. طب ايه؟ يلا نبدأ؟ لا لا لا، استنى عليا لما فوق اشرب النسكافيه بتاعي. انا قلت لك استنى نص ساعة، انت اللي اصريت تيجي. انت من الناس بقى اللي لازم تشرب قهوتها على الصبح عشان تعرف تتعامل مع البشر؟ اه انا كده جيت. وبتقعدي بقى ايه تصوري النسكافيه بتاعك بالفوق
صح؟ تحطي على الانستغرام وانا عارف انا وتحطي الايموجي سانشاين وتقولي جود مورنينج. لا طبعا انا مش بعمل حركات. لا 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 بتعملي كده. هو اصلا نسكافيه مر وعايزه تبين للناس ان الحياه جميله صح؟ ايه الغلسه دي؟ يعني بصراحه ممكن اعمل كده يعني مره او مرتين بالكثير. اه ماشي. انا هرشك انا هرشك. مش فارقه معايا على فكره. اخبار ندى ايه صحيح؟ ندى مين؟ اه ندى. قشطه الحياه لطيفه. هي ظريفة على فكرة. اه ظريفة جدا بس عارفة كده داخلة جد قوي يعني. عارفة الناس اللي عايزة تتجوز وخلاص؟ اه عارفاهم. ما انا اتجوزت كده. اوه سوري مش قصدي. لا لا ما تفهمش غلط انا طبعا بحب زياد. بس انت اصلا عارف احنا اتجوزنا ازاي؟ لا بصراحة هو عمره ما قال. صاحبك ده اصله غريب قوي. فضلنا قاعدين في وش بعض في الشركة سنتين. كل يوم نشوف بعض بس مفيش اي حاجه بينا ولا قال لي اي حاجه ولا قال لي انه بيحبني مفيش اي حاجه من الكلام ده. وبعدين فجاه لقيته داخل عليا وبيقول لي انا عايزه اتجوزك. انا ساعتها كمان كنت عايزه اتجوز ولقيته راجل محترم وكويس فقلت ليه لا فوافقت في نفس القعده. ده بجد؟ يعني مفيش بقى حب بقى وشحتفه واو ولا سسبنس ولا اي حاجه خالص؟ لا طبعا في سسبنس بس السسبنس بقى كان بعد الجواز لان احنا بقى كنا كل واحد عايز يشوف اللي اتجوزه ده هيطلع ايه. واو انا عمري ممكن اعمل كده مستحيل. يعني انا لازم على الاقل ابقى عارف الشخص اللي قدامي كويس واكون بحبها ونقعد مع بعض فتره وبعد كده افكر في الجواز. عندك حق بس برضه هما بيقولوا ان الحب بيجي بعد الجواز. ده اكيد اكيد. يعني انا ستي وجدي اتجوزوا كده وبيحبوا بعض دلوقتي يعني بقالهم سنين. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوه قوي برافو عليك. اصلا من اول الشتاء وانا نفسي جدا في شوربه عدس. اي خدمه. بقول لك ايه كريم كان كلمني من شويه لو حابين نروح السينما وهيجيب اسمها ايه صاحبته دي؟ ندى؟ اه بالظبط كده. مش قادره خالص اصلا انا رحت المكتب النهارده ساعتين وكل الميتنجز كانت بره. بلاش انا النهارده. طب هقول لك على حاجه احنا ممكن نكلمهم وهم يجوا ونتفرج على فيلم سوا ونجيب عشاء وكده. لا لا فكك بقى. يا حبيبتي عشان انا قلت لهم بس اوكي على السينما. هو انت ليه يا زياد بتاخد قرارات في كل حاجه من غير ما تسالني؟ يعني افرض انا ماليش مزاج مثلا. لا والله مش قصدي خالص بس انا عارف انت بتحب السينما فعشان كده قلت له اوكي. ايوه مش معنى ان انا بحب خروجه السينما ان انا عندي استعداد اروحها كل يوم. هو ايه القفش اللي ملوش لازمه ده؟ مش قفش ولا حاجه انا ما بحبش طريقه فرض الحاجات عليا كده. يعني انا مطلوب مني دلوقتي اخش البس وانزل من غير ما يكون ليا اي راي في الموضوع. على العموم خليهم يجوا. اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ امال فين ندى؟ متخلفة وغيرت رأيها في اخر لحظة. طب اتفضل ادخل. امال فين زياد؟ بيصلي العشاء. ده بجد؟ ده اللي يجيب له معايا بيرة. هو زياد كده كل حاجة وعكسها. طب احكي لي عملت ايه في الميتنج بتاع النهارده؟ قصص طويله قوي احكي لك عليها بكره ان شاء الله. تكيمو زيزو عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان يا حبيبي. خش اقعد. خش خش خش. حرما يا شيخنا. جمعا. بصلي يا ابني ولا لا؟ يعني انت خطيف كده يعني بس ان شاء الله هظبط هظبط. يا ابني الصلاة دي أهم حاجة. أنت بتصلي وبعد تجيب بيرة؟ والله مش أحسن من اللي ما بيصليش خالص. طيب بما إنها بقى قاعدة رجالة كده هخش أنام أنا. صباح الخير. أنت من أهلها يا حبيبتي. شكلك أحرجتها يا معلم. مش قايل الكلام في البيرة. رخامة برخامة بقى. سيبك منها تعالى نلعب بلاي ستيشن. ماشي يا عم الغد. معاك فتاحة ولا هتقعد تفتحهم ببقك بقى والجو القديم ده؟ ببقي يلا.
لسه قدامي شويه على فكره. على ايه؟ مش هتيجي معايا ولا ايه؟ انا طلبت اوبر. اشمعنى؟ عشان مش عايزه اتضايق ولا اعصب نفسي على الصبح. انت قلبه وشك من امبارح ليه؟ عشان عيب قوي تتكلم في حاجات خاصه قدام صاحبك. ليه تقول قدامه ان انا ما بصليش؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انت اتريقت عليا انا كمان وكلمتي على البيره. ايوه بس هو صاحبك يعني عارف ان انت بتشرب بيره، لكن هو ماله هو يعرف انا بصلي ولا ما بصليش؟ انت مش شايفه ان انت مكبره الموضوع؟ لا هو الموضوع كبير وكويس قوي ان انا ما ردتش عليك قدامك. عيب قوي لما اكون بكلمك وتمشي وتسيبيني. تمام قوي. صباح الفل. صباح الخير. ها نمتي كويس؟ اه عادي نمت يعني. دي كويسه؟ في ايه يا كريم؟ انت شايفني مالي؟ مش عارف يعني حاسك متضايقه. من فضلك يا كريم انا ببعت ايميل مهم، في حاجه مستعجله؟ لا ابدا انا بس جيت اصبح عليكي. بعد اذنك. اي ندى. اه يا ندى مش كل مره في حوار جديد. ايه ندى انا واضح وصريح من الاول من اول يوم. طيب ماشي اوكي فهميني. لا فهميني. مشغول؟ لا ثانية واحدة. طيب بصي هرجع اكلمك تاني بس عشان اتشغلت دلوقتي. ماشي باي. دي ندى؟ لا دي ماما. اوكي. انا جاي اقول لك سوري، انا حاسه ان انا كان دمي تقيل الصبح. بصراحة انا اتخضيت. انا فكرت اصلا ان انا امشي من الشركه كلها. ايه شغل العيال ده بجد؟ فكرت تمشي؟ اه والله اهي استقالتي ابتديت اكتبها. لا بجد كرامتي وجعتني قوي، بس انا كرامتي عندي اهم من اي حاجه. هتطلع كده برج الاسد. اشمعنى؟ هما الاسود بيعرفوا بعض، اصل انا اسد برضه. ده بجد؟ يا لهوي ده الموضوع هيبقى صعب قوي، ده احنا نقعد نطقش في بعض بقى، الصراع على السلطه. بالعكس احنا كده احسن عشان نبقى فاهمين بعض كويس ونلعب على المكشوف. يعني أنا عارفة مثلا إن أنت عينك على مكتبي. أنا؟ خالص أبدا أبسوليوتلي أنا عيني على مكتب صادق. إيه ده؟ مش ده بتقوله ده؟ وطي صوتك كل عيش. لا أنا أكيد بهزر يعني. أنا أصلا مش هطول هنا كتير يعني، أنا بس بجس السوق وإف أي لايك ذا ماركت هفتح ماي أون بزنس. إيه ده هتبعنا بسرعة كده؟ لا مش بسرعة قوي يعني شوية. وبعدين بفكر إن أنا أجيبك تشتغلي عندي، قصدي نعم. معايا أس بارتنرز. بس تعالي ما نبعدش عن الموضوع عشان انا عايز اعرف انت كان مالك النهارده الصبح. عادي كان مودي مش حلو وخلاص. اه افهم من كده ان كل مره مودك ما يبقاش حلو هتعامليني بالاسلوب ده؟ اكيد لا. انت كنت زعلانه من اللي حصل امبارح؟ يعني انت عاجبك اللي زياد عمله؟ لا طبعا بس صدقيني هو ما يقصدش. دي مش اول مره زياد يحرجني قدام الناس، وكمان انا طول عمري كنت عايشه في فرنسا ومامي وبابي ما عودونيش على الصلاة، بس أنا بحاول والله. إيه ده؟ tu parles français؟ آه وي بيان سور إي توا؟ لا هو ده بس اللي أنا بعرف أقوله فما تحرجنيش أكتر من كده. إيه ده؟ ده في جروب اتعمل إحنا الاتنين فيه. آه ده صادق بيعزمنا على عيد ميلاد مراته. أهو لسه عامل أد لزياد أهو. هتروح؟ بصي لو أنت وزيزو هتروح أنا هروح. بس غير كده انا مش هروح. هنشوف. المهم ما تزعلش مني. مش زعلان. خلاص صالحتك. بس ما تعمليهاش تاني. هعملها عادي. عشان والله هو انا ليه ما قلتلهاش ان انا بكلم ندى؟ الو. ايوه حبيبتي. ايوه يا زياد. انت لسه متضايقه؟ لا خلاص والله مش متضايقه. طيب شفت المسج بتاعت صادق؟ اه شفتها. طيب هتعملي ايه؟ مش عارفه، لو انت عايز تروح انا اوكي،
وكريم كمان قال لو احنا هنروح هيروح. طيب هقوله بيتهيالي ما عندوش حاجه. طيب اوكي باي. الو اي كريم، زياد بيقولك تيجي تتغدى معانا. لا انا اللي قلت له هقولك. طيب ماشي يلا باي. قدام كل الناس فعلا؟ اه والله. هو ابلم وما عرفش يعمل ايه، وفجاه راح واخد بعضه كده وماشي والناس كلها قاعده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا اسماء؟ ازيك انت؟ الحمد لله. احكي لي كريم عامل ايه معاكي؟ ادينا بنتعلم. والله كلنا هنا بنستفيد من بعض، وبعدين احنا بنتعلم منه. كريم ده قصه تانية خالص، انا في حياتي ما شفت مار كتير كده قبل كده. عامه انا اعرف زينب من زمان وشهادتها مجروحه على فكره. عرفت بقى انها لسه متجوزه قريب؟ اه طبعا. ربنا يسعدك حبيبي. ربنا يخليك. يلا ادينا بنجرب. لا خير ان شاء الله. طيب عن اذنكم يا جماعه، باي باي. باي باي يا زينب. انت خلصتي مروحه ولا ايه؟ اه خلاص الساعه 5:30. انت لسه وراك حاجه هتعملها؟ لا انا خلصت. تروحي ازاي؟ باوبر. حد يطلب اوبر وكريم موجود؟ ينفع كده؟ خلاص اصلا الراجل وصل. انا مفيش الكلام ده، يتلغي وقتي. حرام عليك، الراجل جه. بعدين جوزك هيطمن اكتر وانتي معايا، ولا تحبي نكلمه نساله؟ لا خلاص طيب هلغيه. اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض. هو انا قلت لكم اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض؟ خلاص 11 11 ونص. اسكت ما تسيح عشان مش هقول لكل الناس. ما تنساش تجيب صاحبتك معاك. باي. طيب سهريه هجيب حاجتي بقى. يلا بينا. يا اسمت، مع ان البدايه ما كانتش مشجعه قوي يعني، بس عندي احساس ان احنا هنبقى اصحاب. عندك حق، انا برضو في الاول كنت مقلقه منك شويه. بجد؟ ودلوقتي؟ لا لا دلوقتي تمام. تعرف زينب من زمان؟ زوزو؟ زوزو دي قصة كبيرة قوي في حياتي. ايه؟ كنتوا مرتبطين؟ اوكي، انت اسمك اسمة وقلنا ماشي، لكن تقولي لي بقى كلام زي انتوا مرتبطين وكلام الابيض والاسود ده، والله مش هينفع نبقى اصحاب. خلاص، كنتوا متصاحبين؟ اه كنا متصاحبين. لا وكنا بنحب بعض، كانت قصة كبيرة كده. ياه. اكيد بقى اتضايقت قوي لما قالت لك انها اتجوزت. لا بالعكس خالص، لا ده الحوار قديم قوي يعني تاريخي، وبعدين احنا بقينا اصحاب بعديها وبجد زي اختي يعني. بالعكس انبسطت قوي لما عرفت انها اتجوزت وربنا سترها. قصدي ربنا يسعدها. زياد بيقول نروح لعيد ميلاد. طيب حلو. ام ان عزيزو ده كيمو، انت فين؟ ما انتخ شويه بس عشان الخروجه بتاعت بالليل. ده ما انتخ ايه يا معلم؟ ما ينفعش، ده انا جايب اكله سمك يا ابني، ايه تستاهل بقك الغالي. مش قادر والله يا زيزو، مش قادر، تعبان. لا 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 مفيش الكلام ده، على الحرام من دينا لما جيت لاجيبك بلبوس. لا لا انجز انجز انجز، يلا مستنيك. يلا يلا يا ابني بقى خلص بدل ما اعملها معاك. يلا طب خلاص خلاص ماشي ماشي قشطه. سلام. الله يخرب بيتك يا زيزو.
امسك بقى البربوني دي. لا 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 والله يا استاذ بس قادر حبيبي امسك قادر عشان خاطري كله عشان خاطر انا موصي على الاكله دي من اول امبارح وقلت له ما يكلمنيش لما يجي له اكل طازه يعني الليله دي كلها انا عاملها عشانك عيب كل عشان خاطرك بس يا زياد بس والله انا مش قادر نعم كله انت ساكت يا حبيبتي ما بتاكليش ليه لا خلاص انا شبعت بطني على اخرها شغل الفرافير ده لسه في كابوريا كابوريا لا مع نفسكم بقى كل شبه مش ممكن يا زياد تعمل زي خالتي والله العظيم بطني ايه ده ايه ده مش قادر قلت لك بطل تفاصيل بطني بتوجعني قوي طب اشرب شويه شاي لا 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 هدخل الحمام ارجع ده اخرت بقى ايه زلط السمك بشوكو مش ممكن انا شاك انه بيحب الاكل اكتر مني انا شخصيا لا ده اكيد انت هتقولي لي انه بيحب الاكل اكتر من اي حاجه في حياتي حلوه اللمه دي عليك لمه ايه لمه شعرك وشك حلو فلما بتلمي شعرك بيبان اكتر ميرسي ايه مفيش بس بصراحه اول ما جيت مصر كنت متخيل ان هبقى لوحدي يعني بما ان امي وابويا عايشين في ابو ظبي واخويا الله يرحمه تقريبا ماليش حد هنا بس بصراحه انت وزياد يعني محسسني ان عندي عيله ايوه طبعا احنا اخواتك بعدين سبحان الله على موضوع الشغل ده ترتيب غريب بس حلو انتوا اتصالحتوا؟ احنا ما كناش متخانقين انا كنت زعلانه شويه وخلاص بعدين هو كلمني صالحني عامة يعني محدش يقدر على زعلك يعني طب انا هقوم اطمن عليه طيب انا اروح اخد شاور بقى عشان مستعد بالليل اوكي طيب.